السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل. ممكن أسأل الشيخ لعافيك؟ يسمعك، تفضل. ولين الله يحفظنا وإياكم من هذا البلاء الذي عنا فيه الأرجاء. سؤالي الله يسعدك يا شيخ، بالنسبة للأسهم في تداول، هل إذا كان الشخص يضارب فيها يومي، أو أنه الشخص حطها في مثلا شراء أسهم في إحدى الشركات وخلاها مثلا دار عليها يعني الحول، هل عليها زكاة؟ هل هي من عروض التجارة؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، الله سبحانه وتعالى يقول في قصة قارون: ولا يسأل عن ذنوبهم مجرمون. وفي آية سورة الكهف قال تعالى: وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. هل المجرمون جملة ذنوبهم لا يعني لا يؤخذ بها سواء حسنات أو سيئات، أو أنهم يحاسبون على كل صغيرة؟ كيف التفريق ما بين الآيتين؟ شكر الله لكم. بالنسبة للأول، نعم الأسهم فيها زكاة، فإذا كانت الإنسان أسهم مشاركة فينظر في الشركة التي ساهم فيها، إن كانت الشركة تؤدي الزكاة كل عام فبرئت الذمة لأن المال لا يزكى مرتين، وإن كانت الشركة لا تؤدي الزكاة تركت هذا للمساهمين فيجب عليه أن يؤدي الزكاة في ذلك المال لأنه معدود في عروض التجارة أو على الأقل هو مال نام. هذا السؤال الأول.